أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. يواجه المواطنون اليمنيون الراغبون بالسفر الكثير من العناء والمشقة، سواء كان سفرهم وتنقلهم بين المدن اليمنية أو من اليمن إلى دولة أخرى. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنناقش أبرز الصعوبات التي يواجهها الراغبون بالسفر من خلال محورين. سيكون المحور الأول في هذه الحلقة حول صعوبات التنقل بين المدن اليمنية، أما المحور الثاني فسنتناول فيه قضية الراغبين بالسفر إلى أمريكا، سواء كانوا من الفائزين باليانصيب الأمريكي أو من أصحاب لم الشمل العالقين في جيبوتي ودول أخرى. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي عده الزميل عمر النهمي عن موضوعي الحلقة. تعتبر حرية التنقل والسفر أحد أهم الحقوق المكفولة للإنسان، لكن في اليمن سقط هذا الحق كما سقطت بقية الحقوق. الكثير من العراقيل والتحديات تواجه المواطن اليمني الراغب في السفر، بدءا بانتشار نقاط التفتيش الممتدة على طول الطرق الواصلة بين المدن اليمنية، مرورا بارتفاع تكلفة السفر، وانتهاء بمنع دخول المسافرين إلى بعض المدن أو الخروج من بعض المدن الأخرى. قبل أيام قامت مجموعة من منتسب الحزام الأمني في عدن بمنع عشرات المسافرين من الدخول إلى المدينة، وتم إنزالهم في نقطة الحديد دون أي مبرر. ليس الدخول إلى عدن المشكلة الوحيدة أمام المسافرين داخل البلاد، ففي صنعاء أيضا قامت ميليشيا الحوثي مؤخرا بإصدار تعميم يصعب عملية السفر منها إلى أي مدينة أخرى. تضمن هذا التعميم تعليمات لشركات ووكالات النقل والسفريات بهدف تقييد حركة المسافرين، حيث ألزمت الميليشيا الانقلابية شركات النقل والسياحة بتزويدهم بكشوفات المسافرين كاملة تتضمن الأسماء بموجب البطاقة والجواز، وإضافة جداول البيانات الأخرى تحتوي معلومات عن المحافظة والمديرية ورقم البطاقة ووقت الحجز، إضافة لمنع الحجز والسفر في نفس اللحظة. يرى مراقبون أن الميليشيا بهذه الخطوة تهدف لمنع معارضيها من الخروج إلى المناطق المحررة، خصوصا بعد تفكك تحالفها مع حزب المؤتمر. لا يواجه المواطن اليمني صعوبات في التنقل على المستوى الداخلي فقط، فالتنقل بين الدول أكثر صعوبة ومشقة. مئات الأسر العالقة في ماليزيا وجيبوتي لم تستطع السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الكثير منهم فائزين باللوتري الأمريكي أو ما يسمى بفيزة اليانصيب. أما البقية فلديهم أقرباء من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية يحملون الجنسية، وقد سافروا بغرض لم الشمل ليتفاجأوا عند وصولهم إلى جيبوتي وماليزيا برفض السفارات الأمريكية منحهم تأشيرات السفر، رغم استيفائهم كافة الشروط المؤهلة للحصول على التأشيرة، وذلك بحجة أن الحكومة اليمنية لم تبدي أي تعاون معها بشأن إدارة قواعد الهوية ومعايير السلامة المطلوبة. بين السفر القصير بين المدن اليمنية والسفر الطويل إلى الدول الأخرى، يبقى لزاما على المواطن الراغب في السفر أن يكون مستعدا لمواجهة الكثير من المشقة. إذا تابعنا التقرير حول محوري هذه الحلقة عن صعوبات تنقل اليمنيين بين المدن اليمنية ومن اليمن إلى خارج البلاد، وأيضا المحور الثاني سيكون عن معاناة الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعالقين في ماليزيا وجيبوتي. بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التعليق على البث المباشر للبرنامج من خلال صفحة قناة بلقيس على الفيسبوك. لدينا اتصال في بداية هذه الحلقة، الأخ وضاح الأحمدي الناشط الإعلامي. أهلا بك وضاح. أهلا بك عزيزي، مساء الخير لك ولكل مشاهدين قناة بلقيس. لك ربما زيارة قريبة إلى النقطة القريبة من العاصمة المؤقتة عدن، حيث ما دارت إشكالية منع دخول المواطنين العاصمة المؤقتة. لو تحكي لنا حول مشاهداتك في النقطة، وكيف هو الوضع، وهل ما زال المنع مستمر للمواطنين؟ أيها العم، لقد قمت اليوم صباحا بزيارة أحد النقاط، وهي نقطة جبل نقطة مصنع الحديد التابعة للحزام الأمني. وأثناء زيارتي لقد شاهدت العديد من العالقين في النقطة، من ضمنهم يعتبر العالقين أكثرهم شباب ولا يوجد عائلات، وهناك مشكلة أخرى في المدن بين التنقل، بينما المواطن يتنقل ويهرب من ويلات وصراع الحرب في العاصمة صنعاء، وفي المدن الأخرى يصلون إلى هذه النقطة
الإحصاء ويواجهون العديد من الصعوبات، فمنهم قد يصل ويعود أن يستطيع الدخول. طيب، وضح صدر التوجيهات من رئاسة الجمهورية والحكومة بالسماح للمواطنين النازحين والراغبين بالانتقال من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن كما تقول وفق مشاهداتك ما زال هناك البعض ممنوع من دخول العاصمة. ما هي المبررات من قبل القوات الأمنية الموجودة في هذه النقطة لمنع هؤلاء من دخول عدن؟ نعم، لقد صدرت مؤخرا العديد من القرارات حول هذا الموضوع، ومن ضمن القرارات التي اصدرتها حكومه بن عبيد بن احمد عبيد بن دقر الاسبوع الماضي للاجهزه الامنيه والجهات المعنيه بتسهيل وصول المواطنين والنازحين للمحافظات المحرره ومنها العاصمه المؤقته عدن. هناك مبررات لديهم، فلقد التقيت اليوم بضباط المصنع ضباط النقطه في مصنع الحديد، ومن احدى مبرراتهم انهم يقولون بان الاشخاص الوافدين الى العاصمه عدن والذين يتعرقلون فيها هم لا يمتلكون الهويات الشخصيه، بينما لاحظت الكثير واجريت لقاءات مع احد العالقين، فكان احد الطلاب حصلت على بطائقه الطلابيه الجامعيه وبطاقه شخصيه، ولكن يقول احد الطلاب لنا اذا كان لديه احد معارف في مدينه عدن او تصريح من عدن سوف يدخل بكل سهوله، بينما هناك مشكله اخرى تواجه من لا يمتلكون اي معارف في مدينه عدن او اي اسر لهم في هذه المدينه، وهم يكونون نازحون من المناطق التي تجري فيها حاليا الصراع في مدينه صنعاء العاصمه صنعاء. ويقول احد الضباط لنا ان هناك اوامر قياديه عليا تقول بان لا يسمح لهؤلاء المواطنين، بينما بعض الساعات يفتحون لهم المجال. طيب، هؤلاء بالنسبه للطلاب، بالنسبه لمن لديهم تذاكر سفر ويرغبون بالسفر من خلال مطار عدن الدولي، هل هذه التذاكر وجوازات السفر هل تشفع لهم بدخول عاصمة المؤقتة عدن؟ ولا أتحدث هنا عن العوائل، ربما هناك استثناء للعوائل، أتحدث عن ربما من ليس لديه عائلة بشكل شخصي، مسافر وشباب يعني. بالنسبة للمسافرين لقد تحدثنا مع الأفراد النقطة بهذا الموضوع وتحدثنا كثيرا حول موضوع المسافرين، قال بأن المسافرين يسمح لهم بالعبور، بينما خلال اليومين الماضية لقد تم احتجاز ومنع الدخول للكثير من المسافرين إلى أمريكا إلى الدول الأخرى، بعضهم يكون لديه أمراض، بعضهم يكون لديه أسباب للسفر، ولكن الإجراءات الأمنية التي وجهت وقابلت هؤلاء المواطنين هي إجراءات صارمة، ويقول أحد الضباط الذي التقيت معهم بأن هذه الأوامر أوامر عليا ولا يكون لهم دخل في ذلك. طيب، ما مصير هذه الأوامر العليا التي يتحدثون عنها في مقابل الحديث عن بعض الاستثناءات من قبل القيادات العسكرية والأمنية التابعة للحزام الأمني واستثناء بعض الشخصيات بحسب بعض التصنيفات ربما؟ لقد واجه هذا المصير أكثر من مسألة في هذا الموضوع. أنا شخصيا تابعت بعد سماعي لهذا التقرير وبعد سماعي لهذه الكلمات من الضباط وأحد الأفراد حيث قال نحن لا نمتلك الصلاحية وإنما نرفض دخول هؤلاء المواطنين خارج إرادتنا نحن، فالأوامر تأتي يعني أوامر صارمة. طيب، لكن هؤلاء الضباط لم يعطونا أي معلومة حول هذا المصير ولم يحددوا لنا هل هي إجراءات أمنية مؤقتة أم لا. أشكرك جزيلا الناشط الإعلامي وضاح الأحمدي، شكرا لك، كنت معنا من عدن. ايضا عبر الهاتف ينضم ولدينا اتصال الاخ عبد العزيز الصبري من الاردن، اهلا بك عبد العزيز. مرحبا بك اخي سامي، واسعد الله مساءك ومساء كل مشاهدي قناه بلقيس. اهلا بك عبد العزيز، تعليقك ومشاركتك في هذا الموضوع حول الصعوبات الماثله امام اليمنيين الراغبين بالتنقل سواء داخل البلاد او من اليمن الى الخارج. حقيقه دعني اتحدث اولا عن الصعوبات التي تواجه اليمنيين داخل التنقل بين العواصم والمدن اليمنية. نحن يعني اليمنيين اليوم يعيشون حالة حصار داخلية
بالنسبه للدخول الى صنعاء او الدخول الى عدن او الدخول الى حضرموت او الدخول الى مناطق الشرعيه. تحديدا في عدن هناك ممارسات مناطقيه وعنصريه بامتياز، يتم تمييز اي ابناء الشمال عن ابناء الجنوب، فقط يسمح للعوائل بالدخول الى هذه الى العاصمه اليمنيه المؤقته عدن. انا شخصيا عندما انتقلت الى عدن للسفر الى الاردن للمشاركه في مؤتمر تابع للصحافه الانسانيه، اعترضتنا نقطه الحديد التابع للحزام الامني وطلبوا جوازات سفرنا. اعطيناهم تذاكر السفر الخاصه بنا. هم لا يفهمون ما معنى تذاكر السفر او ما مكتوب في تذاكر السفر، فقط اعتراضهم اننا من تعز او من مناطق الشمال فقط. هذه لا، لكن بالاخير مريت، يعني اعطيتهم ما يثبت سفرك ولم تعرقل. ما مرت بسهوله، يعني انا قريت اتصالات مكثفه مع قيادات عدن وقيادات في تعز، وبعد اتصالات عديده استطعنا الدخول الى العاصمه عدن. الكثير من الزملاء عادوا من نقطه الضالع، الزملاء القادمين من صنعاء تم عادتهم من نقطه الضالع الحديده. طيب، هناك معاناة أخرى أيضا للراغبين الآن بالخروج والهروب من العاصمة صنعاء للهروب من بطش ميليشيا الحوثي. تعليقك حول الإجراءات التي تفرضها ميليشيا الحوثي في صنعاء، وشاهدنا وتابعنا في وسائل التواصل المذكرات الصادرة لمكاتب وكالة السفر والسياحة. نعم 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 أخي سامي، هناك حالة حصار تعيشها صنعاء وتعيشها المدن اليمنية. جماعة الحوثي عملت على إغلاق وتفتيش كل الداخلين والخارجين إلى صنعاء، أصدرت مذكرات برفع قوائم المسافرين وعدم السفر بنفس اليوم، يتوجب على شركات المواصلات أو السفريات رفع كشوفات يوميا وعلى أساس أن يكون السفر في اليوم الثاني، وهذه مشكلة كبيرة. نحن نعيش في وسط جماعة يعني ميليشياوية لا تتعامل بدون أي مسؤولية. أشكرك جزيلا عبد العزيز صبري، كنت معنا من الأردن. اتصال آخر. طيب، حول الموضوع وصلتنا بعض المشاركات من خلال الواتساب حول الصعوبات التي واجهها الراغبون بالسفر بين المدن اليمنية، نستعرض جزء منها. نحن نطلع في صنعاء الحديد، هذه والكلام كل يوم يقتل علينا، هذا البشر اللي رجعهم كلهم عادهم يدوروا وظائف في عدن، هل الوضع هذا يسمح بان نجيب وظائف؟ لا، هذا الوضع ما يسمحش، يعني يجيب لك الشك. لهذا قالت الحزام الامني اعطتنا تعليمات ان نتعامل مع الناس باسلوب راقي بطريقه شرعيه وبطريقه مش مخلبه النظام. تصل معاناة اليمنيين في سفرهم للعلاج أو غيره إلى الخارج، بل امتدت هذه المعاناة إلى الداخل، فهناك معاناة يعانيها المواطنون في سفرهم بين مدينة إلى أخرى أو حتى بين منطقة إلى أخرى داخل المدن نفسها. كثير من الإشكالات تحدث للمواطنين وهم في طريقهم من مدينة إلى أخرى، خاصة في المدن المحاصرة كمدينة تعز، فمدينة تعز منذ بدء الحرب محاصرة من كل اتجاه، ويلاقي أبناء هذه المدينة كثير من المعوقات في سفرهم إلى مدن الجمهورية بشكل عام. هناك أكثر من 500 مسافر قبل 3 أيام ورجعوا من نقطة الحديد بداعي أو بآخر. أيضا في السفر إلى الحديدة وفي السفر إلى صنعاء وفي السفر إلى أب كثير من المشاكل تسببها النقاط الحوثية، حيث هناك التعنت والعنصرية وكثير من الأسباب التي أدت إلى معاناة كثير من المواطنين في سفرهم. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب حول المحور الأول في هذه الحلقة، أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكم بعض المنشورات التي نشرت حول الموضوع. ياسمين تقول: مرور المسافرين بنقاط التفتيش في الضالع ليس بالأمر السهل، تعرض مجموعة من المسافرين اليوم للإهانة ولم يسمح لهم بالمرور من دون ذكر أي أسباب، قاموا بتفتيش
وامتعتهم وبعد ذلك منعوهم من المرور وترحيلهم. لم نتعرض للإهانة والاستفزاز من أي نقطة كما تعرضنا لها اليوم في نقطة تفتيش في الحالمين يسموها بين الجبلين. مررنا بأكثر من 20 نقطة، نملك تذاكر السفر والحجوزات وكل الأوراق المطلوبة، ولن نتمكن من الوصول للمطار في وقت الرحلة. الأخ راشد يقول: مطاردين في السعودية ممنوعين من دخول عدن، منهوبين في صنعاء وغيرها من المدن، هذا الشعب الذي قال لا تجتمع فوق رأسه كل قذارات الدنيا وهو يكابد ويرى خلاصه جيدا، غير أنه ترك للسلاح أن يؤدي دورته الدموية في تصفية الخصوم. الأخ أعتقد اسمه عثمان: صنعاء معتقل كبير، أخذ بيانات المسافرين كاملة، السفر بعد يوم من الحجز على الأقل، رفع كشف بالمسافرين والواصلين الحوثيين وبياناتهم، السفر الداخلي بالبطاقة والجواز، كشف بالرسائل والمرسل والمسلم، التفتيش لكل الرحلات، الإبلاغ. أعتقد أنه يقصد الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل ميليشيا الحوثي ووجهت بها وكالة السفر والسياحة. لدينا اتصال أخ علي. أهلا أخ علي. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعليقك في موضوع المحور الأول حول الصعوبات التي تواجه الراغبين بالسفر داخل المدن أو إلى خارج البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. قبل أن أدخل معكم في الموضوع أشكر جميع طاقم قناة الخيس على السماح لي في ناقشة هذا الموضوع الهام والمشاركة فيه. نعم، هناك صعوبات يمكن أن يواجهها اليمنيون بشكل عام شمالا وجنوبا، وذلك من بدء الحرب التي شنتها ميليشيات الإجرام المناطق الجنوبية سابقا، ومن ذلك اليوم هناك الكثير من المواطنين الذين يعانون من التنقلات بين المناطق اليمنية بشكل عام، وبالأخص الذهاب إلى علم من صنعاء العدن. تمام، كيف تنظر لهذه الإجراءات المعلن عنها والتي أثارت ربما الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة؟ نظرا للتغيرات السياسية في صنعاء قد سيطرت الحوثي على جميع المراكز على كل شيء. هناك يعني عندنا في عدن اعتقد كما تقول يعني إجراءات أمنية. طيب، داخل العاصمة المؤقتة كيف ينظر المواطنين داخل عدن إلى هذه الإجراءات؟ ما رأيهم بما يحدث؟ أيوة نعم، كمواطنين نحن يعني لا نعتقد أن ثلث الأسر الناجحة عانت من مرارة بطش الحوثي، وهذا قد حصل في عدن من قبل. نحن لا نرد أي نازع، نحن نرحب بكل النازعين، وإنما تحت إجراءات أمنية بسبب يعني بسبب الخوف يعني وال ما أمكن، ولذلك نحن يعني نحاول نعمل إجراءات أمنية من يعني صحة يعني في الصيد وفي قبض الغاز، بس كإجراءات أمنية وليس يعني كقبض النازعين. شكرا جزيلا لك علي من عدن. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود للمحور الثاني من هذه الحلقة والذي سنناقش فيه قضية اليمني العالقين في جيبوتي وماليزيا. لنمعن النظر قليلا، لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف
والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. إذن في هذا المحور الثاني سنناقش قضية اليمنيين العالقين في جيبوتي وماليزيا والذين سافروا من أجل الحصول على تأشيرات الدخول إلى أمريكا، كون البعض منهم فاز باليانصيب والبعض الآخر ذهب بغرض الحصول على تأشيرة لم الشمل بأسرهم الحاصلة على الجنسية الأمريكية والمتواجدة في الولايات المتحدة. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا من خلال التعليق المباشر على صفحة القناة على الفيسبوك. اتصال، لدينا اتصال. ألو، دنيا من جدة. أهلا أخت دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دنيا، أنت ضمن الفائزين باليانصيب، ما هي الإشكالية الآن؟ أولا أشكر جميع القائمين على قناة بلقيس لأنها دائما تسعى لتوصيل أصواتنا وهمومنا كشعب يمني. ثانيا أستاذي، إحنا هنا في المملكة أكثر من 100 أسرة فائزة باللوتري، كل أسرة مكونة تقريبا من 4 فما فوق. من شهر مايو ونحن نسعى لتجهيز المستلزمات الخاصة بهذه بقصة اللوتري. وتخيل يعني بين عشية وضحاها القنصل يقول لك أنت غير مؤهل لأن دولتك تحت الحظر من الدول التي فرض عليها الحظر الأخير من ترامب. يعني رفض نهائي، أعطوكم الآن رفض نهائي. رفض نهائي، لحتى أستاذ سامي ما أخذوا جوازاتنا، قالوا انتظروا أمور الحظر ولما تتعاون حكومتكم مع الحكومة الأمريكية إن شاء الله يكون كل شيء أوكي. طيب ما هو هذا التعاون الذي يتحدث عنه القنصل الأمريكي؟ ما المطلوب الآن؟ ما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة؟ أعتقد الحكومة عليها توفير قاعدة بيانات، التطمينات إنه إحنا لسنا إرهابيين، يعني مش رايحين أمريكا عشان نضرهم أو نضر المصلحة العامة للشعب الأمريكي. أشياء ممكن تقدر عليها الحكومة إذا سعت، لكن حكومتنا إلى حد الآن يعني لم تحرك ساكن أستاذ سامي. طيب دينا، أنتم شو الحكومة تساعدكم علشان تفحطوا يعني تهربوا من اليمن وتتجنسوا أمريكي؟ مش شرط نفحط، هذا حلم وقال عندنا. يعني بالنهاية الوضع باليمن صعب، في المملكة العربية السعودية رسوم وقرارات على رأس المغترب اليمني. هذه فرصة أستاذ سامي لنا ولعوائلنا، وانت عارف اليمنيين إذا اغتربوا بياخذوا بإيد أسر في اليمن. صحيح. فيعني إحنا واللي في اليمن محتاجين هذه الفرصة، فلازم الحكومة توقف معانا وقفة جادة. هو يعني فرصة مهمة، يعني والكثير يتمنى أنهم يفوز باللوتري بيني وبينك، يعني ما فيش مشكلة. أكيد يعني فرصة لنا ولأطفالنا أنهم يعيشوا عيشة كريمة هناك في أمريكا. عملنا المستحيل عشان نجهز أوراقنا، عشان نجيب أوراقنا من اليمن، وأنت تعرف صعوبة هذا الشيء في ظل الانقلاب. طيب الآن أنتم جهزتم الأوراق، هل هناك إشكالية في موضوع تجهيز الأوراق إذا كانت صادرة من المناطق الخاضعة للشرعية أو المناطق الخاضعة للميليشيا؟ لا 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 أبدا أستاذ سامي، أوراقنا كانت جدا مستوفية، أنا أحد الذين قابلوا. يقول لك القنصل والأول اللي قابلك إن أوراقك أوكي، الإشكالية فقط في الحظر، في فكرة الحظر. وربما صدر قرار مؤخرا من المحكمة أكد موضوع الحظر، أعتقد أي هذا هو موافقة المحكمة على قرار ترامب. يعني كثير من الدول أستاذ سامي تسعى إلى رفع الحظر عن شعبه إلا الحكومة اليمنية. الحكومة التشادية حاولت والآن في جهود حثيثة إنهم يشيلوا الحظر، ينقذوا أصحاب اللوتري ولما الشمل، ما عدا حكومتنا. شكرا جزيلا لك دينا من جدة. اتصال آخر. الأخ صادق من ماليزيا، أهلا صادق. أهلا بك أستاذ سامي. صادق، يعني لو تضعنا أمام المعاناة التي الآن أنتم جزء منها، هل فيما يخص اليانصيب أو لم الشمل؟ والله بالنسبة إحنا بالحقيقة كنا نمثل اليانصيب الفائزين في العام 2017، وفي الحقيقة نحن واجهنا إشكالية كبيرة
وكانت القرارات من الإدارة الأمريكية قرارات سياسية في الحظر على اليمنيين، وتم تعليقنا فترة طويلة هنا في ماليزيا. وبالحقيقة نحن عملنا جهود كبيرة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى القانوني، رفعنا دعوة في المحاكم الأمريكية، وعلى المستوى الإعلامي أحضرنا القنوات بما فيها رويترز والقنوات الأمريكية وعديد من القنوات الأوروبية للفت يعني لتسليط الضوء على هذه القضية. ما زالت القضية هناك في الولايات المتحدة، لكن الجانب احنا البرنامج لل 2017 انتهي في 39، وما زال الكثير من ما زال هناك اعداد من العالقين هنا في ماليزيا يعانوا مشاكل. وبالحقيقة طيب الان الذي يعانوا من هذه المشاكل الفائزين بينصيب اي عام؟ هل 2018 2017؟ هل المشكلة تشمل الجميع؟ 2017 عانوا من المشاكل، في هي بدأت المشكلة في العام 2017، انتهى برنامج 2017 في 39، بدأ عام 2018 نفس المشكلة في عام 2017 هي مشكلة 2018. طبعا احنا في العام 2017 تقدمنا في قضية في المحكمة وما زالت القضية في المحكمة، لكن المشكلة هي قائمة في 2017 و2018. يعني 2017 انتهى البرنامج في 39 وانا قضايا في المحكمة، 2018 لهم الآن 3 وهم يعانوا، وتم كما سمعنا حالات رفض جماعية في جيبوتي، لأنه تم تحويل اليانصيب هذا العام 2018 إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي. طيب وما هي المبررات الرفض، مبررات الرفض في جيبوتي؟ والله انه عاده انه هكذا قالوا لنا، ان الحكومه اليمنيه لم تتعاون بما فيها الكفايه، يعني هذا سمعناها عده مرات انه لم تتعاون فيما فيها الكفايه لتقديم معلومات مشتركه حول العالقين كانوا في السابق في ماليزيا والان حول اليمنيين الطالبين للهجره في جيبوتي وفي ماليزيا وفي كل الدول، لانه الان دخل حتى موضوع لم الشمل داخل هذه المعمعه. يعني أشكرك جزيلا صادق من ماليزيا. لدينا اتصال آخر أيضا، الأخ زيد ناجي، أهلا بك أستاذ زيد. أخي كريم. أستاذ زيد، الآن الإشكالية ربما كنا نتحدث في فترة سابقة عن موضوع الراغبين بالسفر والفائزين باليانصيب، الآن هناك إشكالية أخرى ربما أيضا بمن لديهم رغبة سفر أهاليهم وفق يعني آلية لم الشمل. هل هذه الإجراءات هي نهائية أم ما زال هناك مجال للمراجعة والسماح للناس بالسفر؟ هل القرارات الصادرة والحظر المفروض هل هو نهائي أم يمكن الاستئناف فيه؟ بالتأكيد في الولايات المتحدة الأمريكية لا شيء نهائي، ويعتمد على الإدارة التي تحكم وسياسة المنتهجة. بالنسبة أيضا هناك قانون يحكم، والقرار الذي أصدره الرئيس ترامب بنسخته الثالثة الآن التي كل هذه المعمعة التي نسمع والآلام التي نتجت هي نتاج له، لا زال يتداول في المحكمة، والمحكمة لن تقول قولها الفاصل فيه. هناك عدة قضايا رفعت وهناك وأوقف القرار مرة واستؤنف مرة أخرى، فلذلك الأمر ليس نهائي ولن يكون نهائي، لكنه يبدو هذه المرة سوف يطول لأشهر، لأن المحكمة العليا قد تدخلت وقالت ينفذ القرار حتى تنتهي المحاكم من الخوض فيها. هناك قضيتان مرفوعتان الآن أمام المحكمة في الخصوص، وهي الآن في محكمة الاستئناف، ونحن أو فزنا في المحاكم الابتدائية، صدر حكمان لصالحنا ووقف القرار، لكن المحكمة العليا تدخلت وقالت ما دام القرار الحكم لا زال مستأنف القرار يوقف، والمتوقع هو أن يصل الحكم أو يصل تصل القضية إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا هي التي ستحكم في الأمر بشكل نهائي، وهذا متوقع تقريبا في منتصف العام الجاري. إلى ذلك الوقت كثير ممكن أن يحدث،
ممكن أن يخسر الرئيس الانتخابات، يراجع سياساته، ممكن هناك يكون ضغط شعبي، أشياء كثيرة ممكن أن تشمل. لذلك هذا ليس نهائي. طيب هل هناك إحصائيات بعدد المتضررين من هذه الإجراءات؟ ليس هناك إحصائيات رسمية، ولكن وهذا يدل على شيء، لما يدل على الإهمال الذي نحن اليمنيين في كل مكان نلاقيه. لكن بشكل عام كل بيت يمني أمريكي سيتضرر في هذا القرار. كما أسلفت مع الأخ صادق الزراف، كل أو معظم الفائزين في 2017 وهم تقريبا 700 شخص مع أسرهم مع عائلهم، بالاستثناء تقريبا 100 أو 100 وعدة أفراد من فازوا ومن من سمح لهم أو منح الفيزا، وكذلك تقريبا 1000 شخص مع أسرتهم فائزين ب 2018. هؤلاء ممن نعرف كم عددهم، لكن الجالية اليمنية هناك هي قرابة 400 ألف، والقرار في نسخته الأخيرة التي طبقت للتو قبل أسبوع يمس كل يمني أمريكي. ما دام المقدم له يحمل جواز أمريكي فأي معاملة ستقف، إلا في استثناءات نادرة لا يعمل بها. فلذلك المتضررين بعشرات الآلاف، بل أقول بمئات الآلاف. طيب موضوع لم الشمل، يعني هو يكون حامل للجنسية الأمريكية ومع ذلك ترفض معاملة ذويه، يعني لماذا وما هي المبررات؟ على الجنسية الأمريكية لا تمنح استثناء معين، امتيازات؟ يا أخي الكريم، الإدارة هذه سواء ضد اليمني الأمريكي أو ضد المهاجرين بشكل عام هي معادية للهجرة بشكل عام، وهي تختلق طبعا، لا تستطيع، لأن هذا بلد يحكمه قانون، لا تستطيع أن تأتي بأشياء من رأسها. فهي اختلقت وقالت هذا بلد في حرب، ونحن لا نستطيع التأكيد من هوية من هؤلاء، ولا نستطيع التأكد من صحة الوثائق المقدمة، ولذلك نحن مضطرين لإيقاف كل الهجرة حتى يرتب هذا البلد وضع. هكذا هم يقولون، وهذه هي الأسباب التي يقولون بأنهم إن هذا القرار وجد من أجلها. وهنا ومن هذا الصرح أريد أن أقول على الحكومة اليمنية أن ترتقي إلى حيث المسؤولية، ومن هنا تحاول أن تعمل ما تستطيع القيام به، سواء بالتواصل مع الجهات الأمريكية، ومحاولة حسب علمنا نحن الحكومة الأمريكية لديها مطالب، وقد أعطت الجانب اليمني هذه المطالب، وقالت حين الحكومة اليمنية تفي هذه الشروط وهذه المطالب سوف يبعد اسم اليمن من القائمة المشؤومة، وحين يبعد اسم اليمن من القائمة المشؤومة هذه المعاناة ستنتهي. فلذلك لا كفاحنا من أجل تصحيح هذا الوضع ليس فقط أمام المحاكم الأمريكية، وليس فقط في الشوارع الأمريكية كما يعمل اليمني الأمريكي حاليا، وليس عبر الصحف، وليس من خلال القنوات مثل قناتكم لإثارة القضية إعلاميا وتسليط الضوء على حجم المعاناة، وإنما أيضا من لطرق أبواب المسؤولين اليمنيين. نحن نقول الجالية اليمنية والجالية اليمني في أمريكا من أكبر من يدعم الاقتصاد اليمني، ونحن بشكل أو بآخر نعول مئات الآلاف من الأسر، وهذه قضية مهمة جدا. فلذلك ندعو السفارة اليمني في أمريكا وندعو وزارة الخارجية بالتحرك. الأخوان هنا 1000 شخص الذي في ماليزيا والألف الآخرون الذي في جيبوتي، لو كان سمح لهم بأن يدخلوا إلى الولايات المتحدة كان كل واحد منهم سيعول 10 أسر في اليمن. فلذلك المشكلة أكبر من حجم. لذلك نحن نركز على هذه القضية في قناة بلقيس من مسؤولينا في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ زيد ناجي، لذلك نحن نركز على هذا الموضوع لأهميته. أيضا لدينا اتصال من جيبوتي، الأخ عبد العزيز الغزالي، أحد الذين تعرقلت معاملاتهم فيما يخص لم الشمل. أهلا بك أخ عبد العزيز. أهلا وسهلا. يعني ما هي التفاصيل لديك؟ لماذا رفضتم؟ وما هي الإجراءات التي أبلغتم بها؟ وهل هناك ما زال مجال لتجاوز هذه المشكلة؟ والله يا عزيزي يا غف، الآن بيرفضوا الناس، كثير رفضونا ويقول لك يعني قرار حسي،
ولازم علي لياخذ بالصبر ولا شركة يعني تروح بلادك. احنا نقول لك الاسين بس، اما انهم يقولوا مساعده مع حكومه تحاكم مع امريكا واليمن ما يقولوا لناش عن هذا الخبر. هم عندهم يقول لك اسف وخلاص، لا يوضح لك الاسباب، لا يوضح لك الاسباب ولا اي حاجه. يعني لحد هذا كم من اصدقاء كم من الناس كل واحد يتصل واتصلوا لنا، ورحنا على السفاره يعني اكثر من 500 نفر اللي راح على السفاره هناك، وكل واحد فرح من قلب انه خلاص انه معي استلموا بالاخير. يعني يدوا لك الجواز حقك ورقه الرفض ويقول لك العفو منك هذا قرار رئاسي، ولا يزيد يعني ما يدي لك حتى اي مجال انك تقدر تخابر. طيب هو رفض نهائي واخير لكل المعاملات في جيبوتي، لكل سواء من يحمل الجنسيه الامريكيه والجواز الامريكي والجرين كارد، للكل بما انك لك اصول يمنيه؟ يعني للكل، يعني عام لاي واحد ممنوع يقول لك خلاص احنا ما نقدر اي نعمل اي حاجه، ممنوع الدخله سواء معك يعني معاملة رئيسيه امريكيه او فيزا حق لاتري او اي حاجه. يعني رفض عام، ويقول لك اذا اشتيك يعني تصبر لا تلقاش بلادك، ربما في حل لا في تعاون ما يعني، بس انه القرار يقول لك خلاص قرار 100%، بس ربما يقول لك انه ياخر هكذا بعد شهرين ثلاثه يغير. طيب شكرا جزيلا لك عبد العزيز الغزالي من جيبوتي. وايضا من جيبوتي اتصال اخ حاتم الشويطر. اهلا بك اخ حاتم. اهلا اهلا ومرحبا. تفضل، ما هي معاناتكم في هذا الموضوع؟ نحن الان في جيبوتي تقريبا عالقين الان في جيبوتي تقريبا مننا 50 حاله اللي الان قابلت الى الان. طبعا الان في معاناه كبيره الان. نحن كفائزين باللوتري بعنا ما كنا نملكه في اليمن على اساس ان احنا يعني نحصل على الحلم الامريكي والدخول امريكا، لكن يعني وصلنا الى هنا وتفاجأنا ان بقرارات السفاره هذه ومنعت او قرار حظر السفر، والان عالقين في جيبوتي لا نستطيع العوده الى اليمن لاننا قد بعنا كل ما لدينا، ولا نستطيع الان المكوث هنا لانه بسبب المعيشه الغاليه جدا هنا في جيبوتي. طيب الان ما هي خياراتكم؟ يعني ماذا ستفعلوا بعد كل ما حصل؟ والله الخيارات لا توجد خيارات كثيره متاحه. الان الذي نستطيع ان نقدمه فقط هي مناشدات. لا نستطيع الان بعمل اي شيء او الانتظار حتى يعني يحصل تغير في السياسه الامريكيه بحد ذاتها. اشكرك جزيلا حاتم الشويطر من جيبوتي. ايضا حول ذات الموضوع وصلتنا بعض المشاركات لبعض العالقين في جيبوتي من خلال الواتساب نستعرضها. عندي ناس هنا امريكيين متجنسين من لما كانوا اطفال الى الان هم في امريكا ويدفعوا ضرائب يعني as American as everybody else، وما يقدروا يجيبوا اولادهم. اقرب الناس اليهم الزوجه والاولاد اقرب الناس اليك وما تستطيع تجيبهم. ولما يشرحوا لي المعاناه الذي عانوها في جيبوتي تعتبر ماساه، تعتبر كارثه بحق شعب كامل. ليش؟ ايش سبب الطفل هذا الذي ابوه امريكي؟ ايش سبب انه ما يقدر يدخل امريكا؟ ايش سببه؟ لا هو لا انسان طفل صغير ما فيش بذنبه اي شيء، ويجي يقول لك الرئيس انت ما تقدرش تدخل عند ابوك، ما تقدرش تحقق مستقبلك، ما تقدرش تدخل تدرس وتتعلم ويكون عندك مستقبل افضل. انا ايمن صالح عبد الجليل الحاشدي احد الفائزين في لوتري 2018. صيدلي، انا كنت صيدلي في الجمهوريه اليمنيه في محافظه اب. اتيت الى هنا الى جيبوتي حسب موعد من وزاره الخارجيه الامريكيه، لانه موعدي كان في 13 ديسمبر. يعني بعد أن تكتبنا عن السفر إلى السودان ومن ثم من السودان إلى هنا بتأشيرات وتعبنا تعب كبير يعني لا يعلم به إلا الله، وصلنا إلى هنا يوم 13 ديسمبر. طبعا أنا معي عائلتي المكونة من زوجتي وابنتي. وصلنا إلى السفارة الأمريكية فتفاجأنا أنه اسمي مش موجود، يعني كان مقابلتي الساعة 9:30. انتظرت فتأكد ما قالوا لي ما نزلش اسمك في هذا اليوم. رجعت إلى مكتب الحيمين على أساس أننا أعمل
عمل لهم رسالة على أساس يجيبوا لي موعد ثاني. عملت لهم موعد للسفارة ورحت رسلت لهم بالبريد حقهم البوكس للسفارة، وللأسف لا حياة لمن تنادي. نحن الآن في جيبوتي، عالقين في جيبوتي. الآن السفارة يعني ترد أكثر من 200 إلى 300 جواز في اليوم الواحد. إحنا هنا الآن عالقين في جيبوتي، نناشد الأحرار العالم ونناشد أحرار أمريكا ونناشد أمريكا التي تسودها العدالة إنه ينظروا لنا يعني بعين الرحمة والمساواة. إحنا مظلومين هنا وقد دفعنا يعني كل ما نملكه، وأنا طبيب أسنان، بعت عيادتي وتدينت، وبالأخير يعني نوصل إلى هذا المصير. أيضا حول ذات الموضوع من خلال الفيسبوك وصلتنا بعض المشاركات. الأخ بشير يقول ترامب أبدا ما ذكر لم شمل الزوجة والآباء ولا الأولاد، وما يقدر أبدا لأنه ضد القانون، ولا يقدر غير قانون، ولا يعدله، ولو عدل يعدل بالفروع حقه بس تعديل عادي، وكل ذكره هو اللي نصيب. وليتشين إميجريشن هو اللي ابن عام ابن خال أو الأخ. قلدك الله بشير. يلا اللي بعده. الأخ أيمن يقول المفروض يصير حل جذري، حيث العلاقات اليمنية الأمريكية أصبحت عميقة جدا، ويجب تصحيح الوضع بشكل عام مثل السودان والعراق. مشاركة أخرى. بن دبوان يقول بشكل عام اليمنيين كامل في جيبوتي، تم إرجاع الجوازات وإلغاء الفيز لهم كامل، وتم حظرهم كامل. ليش عاد إرسال الجوازات؟ طالبوا باسم اليمن كامل وليس واحد ومجموعة. تم رفض اليمنيين كامل من السفارة الأمريكية في جيبوتي دون أي سبب. أنا أقرأ المشاركات كما تصل. ذكر كامل 6 مرات من دوب، والله يسامحك. خلاص آخر مشاركة. قرأنا كل المشاركات كاملة. انتهت هذه الحلقة من برنامج المنصة. في ختامها تحية طاقم البرنامج ومنتج البرنامج معد البرنامج عمر النهدي. في أمان الله.